واحد بقى من حبايبك في الفريق الاول، عارفه اقول ولا تقول انت على طول؟ حبايبي. لا حبايبي كتير في الفريق الاول، حبايبي كتير وليد طبعا. سليمان الحاوي، وليد الحاوي سليمان. وليد يعني انا حاجه كده من ريحه الزمن الجميل. لا هو فعلا ده ريحه الزمن الجميل بجد، هو ده الزمن الجميل بتاع النادي الاهلي بجد. انا وليد سليمان يعني بحكم ان احنا من بلد واحده، من محافظه واحده، من المنيا، وحكم ان انا عاشرته من اول يوم جه في النادي الاهلي والفتره ما قبل النادي الاهلي، وليد اخويا يعني، حتى يعني علاقه بينا وصلت لمرحله اخويه، ودي كانت الحمد لله كنت محظوظ بيها مع عدد كبير جدا من نجوم النادي الاهلي، وانت كنت واحد منهم، مع انك طبعا خفيت عليا السر الاعظم. خلاص ما خلاص فبجد وليد سليمان احنا بنشكره بجد على اللي عمله، واللي عمله في ماتش القمه تحديدا في ماتش القمه ده كان ليه صدى كبير جدا، وفرحت جدا ان جمهور النادي الاهلي قدر دور وليد سليمان في مباراه القمه، رغم ان ما كانش محظوظ ان النادي الاهلي ما كانش محظوظ انه يقدر يعمل رومونتادا ويرجع للمباراه تاني، لكن بجد اللي عمله وليد سليمان في النادي الاهلي على مدار 10 سنين، هو جه من 2012 لحد دلوقتي 10 سنين بجد كان فيها واحد مخلص، قمه الاخلاص للنادي الاهلي، قمه الانتماء للنادي الاهلي، واحد يعرف يعني ايه قيمه فنيه النادي الاهلي في ظروف صعبه جدا جدا جدا. كان قائد النادي الاهلي يعني يمكن الناس ما تعرفش دور وليد سليمان، يعني الناس كلها عارفه ان محمد الشناوي، لا دور كبير مهم، ده واحد اوضه اللبس كبير جدا، اللعيبه الصغيره اللي طالعه، وكمان حل المشاكل جوه اوضه اللبس بشكل كبير جدا، كان ليه دور كبير جدا في احتواء ازمات كتير جدا. الناس كلها عارفه ان محمد الشناوي هو كابتن الفرقه، لكن محمد الشناوي نفسه، وده شيء يحترم لمحمد الشناوي، ان في اوضه اللبس بيسيب كابتن وليد هو اللي يتكلم الاول وهو اللي يحل الازمات. فانا بجد يعني جمهور النادي الاهلي كله بيشكر على وليد سليمان على المسيره الذهبيه بتاعته مع النادي الاهلي، وفعلا واحد بايقونه الانتماء للنادي الاهلي، وانا كنت سعيد جدا ان انا اطلقت عليه لقب خاتم سليمان النادي الاهلي، فعلا ده خاتم سليمان للنادي الاهلي. حاجه جميله قوي الكابتن وليد سليمان، وحاجه بيحترمها ويقدرها جمهور النادي الاهلي. يعني كان اكتر حاجه مره بسطتني كان الكابتن حسن حمدي، كان في استضافه الكابتن شوبير في ظهور النادي للكابتن حسن حمدي، فكابتن شوبير ساله مين اللاعب اللي بتحب تشوفه في النادي الاهلي؟ قال لك وليد سليمان. ده كان بالنسبه لي كانت اجابه اسعدتني انا شخصيا، لان انا بحب وليد جدا. وليد كان يوميها كان يعني كلمته بعد الحديث ده، وليد كان اسعد انسان في العالم بالاشاره دي، يعني قال لي دي بطوله في حد ذاتها ان الكابتن حسن حمدي يقول عليا ان اللاعب اللي بيطمئن لوجوده في الملعب وليد سليمان، ده بجد يعني حاجه اسعدته بشكل كبير جدا. كمان يمكن ما حدش يعرف، شفنا اللقطه كمان في التقرير اللي فات، لقطه اللي هو بيلبس كابتن محمود الخطيب طبعا بيهديه الميداليه، وقبل كده عطى الميداليه الذهبيه لمانو جوزيف في احتفاليه خاصه جدا، وابكت مانو جوزيف ساعتها، يعني ابكت مانو جوزيف بشكل كبير جدا. انا بقول لحضرتك وليد سليمان لو كان جه النادي الاهلي صغير، او لو كان من ناشئين النادي الاهلي، كنا دلوقتي بنتكلم على اسطوره بجد، يعني هو اسطوره، وانا واثق مليون في الميه، واثق مليون في الميه ان حتى اذا كان ده الموسم الاخير وليد سليمان مش هيخرج بره النادي الاهلي.